السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في قناتي الطبخ بقى أسهل. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم تورتة الاحتفال ب10,000 مشترك. طبعا قبل ما أبدأ أي حاجة في الوصفة بتاعتنا لازم أشكركم كلكم، أشكر كل الناس اللي تابعتني. أنا قدمت لكم الشكر على المنتدى ودلوقتي بشكركم مرة تانية وأنا بعمل معاكم إن شاء الله تورتة الاحتفال ب10,000 مشترك، وعقبال يا رب القناة ما تكون بعد كده 1,000,000 مشترك ودايما إن شاء الله متابعيني ودايما أقدم لكم الجديد واكون دايما عند حسن ظنكم. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم التورته الروعه دي، الحقيقه يعني جميله جدا جدا وامكانياتها بسيطه وكمان الطريقه بتاعتها سهله جدا والشكل والنتيجه زي ما انتم شايفين هتعجبكم قوي قوي ان شاء الله. هعملها معاكم بالتفصيل واتمنى ان شاء الله تجربوها، غير طعمها، طعمها بجد فائق الروعه، احسن بكتير من اللي بنجيبها من بره. احنا عاملينها بطريقة متقنة جدا، هنعملها ان شاء الله مع بعض ونشوف عملناها ازاي وكمان قطعنا الفاكهة كده ازاي وزيناها ازاي، كله بالتفصيل ان شاء الله جوه الفيديو. انا كمان عايزة اقول لكم ان انا يعني سرعت الفيديو، معظم الفيديو، علشان الفيديو كان طويل جدا فحبيت يعني اسرعه معاكم علشان ما تملوش منه وتعرفوا كله بالتفصيل. هنبدأ بقى مع بعض ان شاء الله نشوف المقادير والمكونات. وعايزة اقول لكم قبل ما انسى ان انا عاملة لكم الكيكة الاسفنجية اللي هي بالدقيق الاسبونج، عاملاها كاملة بالتفصيل بالنتيجة زي ما انتم شايفينها كده، عاملاها كاملة بالتفصيل وسايبها لكم طبعا في صندوق الوصف، هتشوفوها الاول وبعد كده ترجعوا للتزيين وتشوفوا هنزين كده ازاي. عشان بقى نزينها اول حاجة معانا الكريم شانتيه. طبعا احنا عارفين كل كوباية كريم شانتيه ليها كوباية الا ربع لبن يكون متلج سائع جدا علشان نضربها بيها. فانا دلوقتي هستعمل 4 كوبايات من الكريم شانتيه وهستعمل معاهم 4 كوبايات، كل كوباية طبعا كوباية الا ربع من اللبن المتلج، وعايزين تستعملوا مية مفيش مشكلة. انا حطيت ال4 كوبايات كريم شانتيه وبحط دلوقتي اللبن وهضربهم طبعا لمدة 5 دقايق كده، وحطيت معاهم 2 معالق كبار من الكاكاو عشان انا عايزه اللون بتاعها يكون زي ما انتم شايفين كده، ما يكونش لونها ابيض فاتح. انا بحب دايما الكريمه يكون واخده معلقه كده من الكاكاو علشان تديني اللون اللي انتم شايفينه ده. بعد ما ضربناه وجهزناه هنبدا بقى نشوف مع بعض نزين التورته بتاعتنا واحده واحده، ان شاء الله تستفيدوا. عايزه اقول لكم كمان، هقول لكم على حاجات لو انتم مش عندكم الامكانيات تعملوا ازاي براحتكم خالص. انا هنا قلب صينيه علشان احط عليها التورته وازينها، مش شرط خالص ان انا يكون عندي خالص القعده بتاعه تزيين التورته، وممكن اقول لا مش هزينها عشان ما عنديش القعده، لا الصينيه هتديني فرصه ان انا اقدر الفها وازينها كويس جدا. هحط حته صغيره من الكريم شانتيه هنا علشان اعرف احط الطبقات بتاعتي عشان التورته ما تلزقش طبعا واعرف احركها. اول طبق زي ما انتم شايفين الاسبونج ناجح ورائع جدا، مجهزه له طبعا اللي هو الشربات الخفيف، ممكن تعملوا باي حاجه تسقوا التورته بتاعتكم. عندكم يعني حاجات كتير ممكن تسقوها بيها زي شربات خفيف او اللي هو السيرب اللي بيبقى في الكومبوت والحاجات دي، اي حاجه يعني المهم هنسقيها. بعد ما نسقي كده الطبقه هنسقي طبعا، انا هعمل معاكم الطبقه الاولانيه كده بالراحه وبالتفصيل وبعد كده هنسرع الفيديو عشان ما نطولش عليكم. اول حاجه بعد ما سقيت السيرب كده للطبقه الاولى من التورته هبدا بقى بالكيس الحلواني انزل بالكريم شانتيه عشان احط الكريمه اللي في النص. طبعا هحط بين كل طبقه وطبقه طبقه كريمه من دي تكون كويسه جدا علشان في الاخر تبقى طبقات متبادله ما بين الاسبونج وما بين الكريمه. هحطها بالطريقه دي عشان اسهل على نفسي الفرد بتاعها. وبرده عايزه اقول لكم الحاجه الثانيه برده في فرد الكريمه، مش شرط خالص ان انتوا يكون عندكم السباتيولا او اللي هي الحاجه المخصصه لفرد الكريمه. طبعا انا مش عندي دلوقتي، انا عندي مسطره مخصصه في المطبخ بستعملها في الحاجات اللي زي دي، بسهل على نفسي بيها فرد الحاجات دي، بتبقى سهله جدا جدا. وبالتالي بقى هحط الطبقه الثانيه فوقيها ونفس السيرب ونفس الكريمه وبرده هفردها واحط الطبقه الثالثه في الاخر. زي ما انتم شايفين انا حطيت الطبقة الثالثة وسقيتها برضو بالسيرب، ودلوقتي انا بحط الكريمة في الجنب عشان اجلسها بقى كاملة، اجلس التورتة كاملة. بصوا بالمسطرة، على فكرة ينفع بالمسطرة، ينفع باي كارت من الكروت اللي هي اللي زي البطاقة او كارت اللي هي الكروت اللي انتم عارفينها المقواة دي، ممكن استعملها هتسهل عليا جدا جدا. بصوا بالمسطرة اهي انا بجلس التورتة بتاعتي دلوقتي بفردها زي ما انتم شايفين، اي مكان هيبقى ناقص كريمة هجيب له كريمة تاني. وطبعا
اللي بيزيد بشيله زي ما انتوا شايفين، اللي بيزيد بشيله معايا وبعدين ارجع احطه تاني في المكان اللي فاضي لحد ما اجلس التورته بتاعتي واخليها ممتازه من فوق ومن الجوانب عشان تبقى جاهزه طبعا للتزيين. زي ما انتوا شايفين هي كده جاهزه، وانا هحطها في التلاجة لمده ساعتين وهرجع تاني عشان نزينها مع بعض. طريقة سهلة جدا جدا، اتمنى تنفذوها ان شاء الله. معايا الفاكهة بقى اللي هزين بيها، انا معايا كده 3 من التفاح، ومعايا 1 من المانجا، ومعايا 2 كيوي، طبعا غير الشوكولاتات والحاجات دي حاجة تانية، انا بتكلم على الفاكهة دلوقتي. طريقة تقطيع الفاكهة بتاعتي، انا بمسك التفاحة وبقسمها بالنص وبشيل منها الحتتين اللي هم فوق وتحت دول اللي هم العنق بتاعها ده، بشيله خالص، وبعدين هبدأ بقى اقطعها شرايح زي ما انتم شايفين، شرايح رفيعة جنب بعضها علشان هوريكم دلوقتي هنستعملها ازاي في التزيين. كل التفاح هقطعه بنفس الطريقة، شرايح كده، التفاح تتقسم بالنص ويتقطع شرايح، في منها هيبقى بالطول هيفصل لي التورتة نصين، وفي منها هيبقى على شكل وردة هيتزين بيه التورتة. سهل جدا جدا ومفيش اي حاجة صعبة، كل التفاح قطعه بنفس الطريقة دي. اتمنى طبعا التورته بتاعتي النهارده تعجبكم. عايزه اقول لكم انها يعني بتنفسكم انتوا، يعني بتبقى النتيجه افضل بكتير. وعايزه اقول لكم حاجه تانية، ان انتوا كمان ممكن تبدلوا التفاح والحاجات دي بحاجات تانية خالص على حسب ما انتوا عايزين. ممكن تحطوا فراوله في التزيين، ممكن كمان تستبدلوا المانجا بالاناناس، زي ما تحبوا. المتوفر عندك او اللي بتحبيه انت شخصيا ممكن تستعمليه. بصوا انا معايا عود خله، ودلوقتي بقطع التفاح بنفس الطريقه، وبعود الخله كده هثبت شرايح التفاح مع بعضها عشان في الاخر تطلع لي على شكل ورده بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، لان كده كده انا هزين بيها على شكل ورده في الناحيتين على الوجهين بتوع التورته، هيبقى لون اللي متغطي بالكريمه ولون اللي متغطي بالشوكولاته. اهي بالخله، بدخل الخله في التفاح من الجنب، وبعدين اروح جايه مجهزاها على شكل ورده كده، هي دي اللي انا هستعملها في التزيين ان شاء الله. هنبدا بقى مع بعض. بصوا كده الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اللي انا ما عملتوش بالخله، ده التفاح اللي لوحده. هبدا اعمل بيه حاجز كده في النص، هقسم بيه التورته وهيديني شكل جمالي حلو جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعدين شرايح المانجا، انا قطعت المانجا شرايح قد بعضها زي ما انتم شايفين، هرتبها جنب بعضها زي ما انتم شايفين كده، وزي ما قلت لكم ممكن تستبدلوها كمان باناناس. هجيب بقى وردة التفاح اللي انا عملتها الناحية دي، ووردة التفاح اللي انا عملتها الناحية التانية. دلوقتي بعمل روزتات كده زي ما انتم شايفين، وبحط عليها طبعا شوكولاتة كريسبي البني، شكلها بيدي شكل حلو، وحطيت شريحتين من الكيوي زي ما شفتوا. هنا بقى جناش الشوكولاته هعمل لكم طريقته مخصوص ان شاء الله. هو عباره عن 100 جرام من كريمه الخفق عليها 250 جرام من الشوكولاته، ونسيحها على النار مع معلقه زبده ومعلقه عسل جلوكوز. طبعا الناحيه اللي فيها الشوكولاته انا زينتها معاكم، حطيت برده روزيتات، وحطيت عليها شوكولاته كريسبي، وحطيت ورده من التفاح، وكمان حطيت كده شويه شوكولاته كريسبي بيضه صغيره زي ما انتم شايفين في الاتجاه الثاني، ادت شكل جمالي حلو جدا. ودلوقتي هقطع معاكم طبعا قطعه من التورته بتاعتي علشان اوريكم الطبقات بتاعتها من جوه منتظمه ازاي ومميزه ازاي، وبجد بجد روعه، اتمنى تعجبكم. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه لو بتشوفوني لاول مره. ان شاء الله فيديوهاتي تعجبكم، وان شاء الله التورته تعجبكم. اتمنى منكم ان شاء الله تشاركوني في القناه، ودايما تكتبوا لي كومنتات حلوه. وده كانت النتيجه النهائيه بتاعت التورته بتاعتنا، اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.